بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلطان. النهارده ان شاء الله هتكلم على اوفر فيو عن كورس سي سي ان اي سكيورتي 640 554 المقدم اليكم حصريا من شركه ايجيبت تريدرز. اللي هتكلم فيه في الفيديو الصغير ده ان شاء الله هتكلم على محتويات الكورس، ايه المفروض هتشوفه في الكورس، ايه هي الاماكن اللي هتذاكر منها، ايه السلايدز، ايه الكتب اللي هتشوفها، العملي بتاعي انا هشتغل عليه منين. الكلام ده كله اوفر فيو سريعه ليك للكورس نفسه، بحيث لما تيجي تدرسه او ما تيجي عايز تذاكره بعد كده تعرف انا نفسي هشرح الكورس ازاي. فاول حاجه دلوقتي عايز اقولها لك بالنسبه للكونتنتس بتاعت الكورس نفسه، الكورس مكون من 16 فيديو، متوسط طول الفيديو حوالي تقريبا من ربع ساعه لحد 45 دقيقه، ده المتوسط بتاع الفيديو الواحد. طبعا عدد الفيديوهات زي ما قلت لك 16، التوتال ديوريشن بتاعتهم كلهم حوالي 11 ساعه. جميل. طبعا الفيديوهات ممكن تشتغل معاك على اي برنامج كوداك او اي وينامب او ايا كان الميديا بلاير بتاعك اللي بتشغله، هتشغله عليه عادي جدا مفيش فيها اي مشكله. بالنسبه للجزء البراكتيكال او العملي اللي موجود في الكورس، طبعا العملي كان سهل جدا عليا ان انا اشتغل العملي على الريل ديفايسز، بس انت كمتدرب انت لما تاخد الكورس او ما تيجي تذاكره اوريدي انت هتلاقيني بتطبق على الريل ديفايسز وانت ما عندكش الاجهزه الحقيقيه، فيبقى الوقت ما عملتلكش حاجه. فانا اصريت ان في العملي يكون العمل كله موجود على البرامج المتاحه قدامك فري على النت، زي جينيسيس 3 وزي الباك تريسر وزي الفي ام وير او اللي بيوازي ليها الفيرتشوال بوكس. اوكي. طبعا بالنسبه للجزء العملي ما ينفعش اقول العملي قبل الجزء النظري، فانت طبيعي هتلاقيني في الشرح بشرح الجزء النظري، ممكن اشرحه في فيديو لوحده، وبعد كده الجزء اللاب او الجزء العملي بشرحه في فيديو تاني متخصص لوحده. كل مره باجي اطبق لاب لازم بفتح التول قدامك وبقول لك خطوه خطوه انا ازاي بسحب الدراج بتاع مثلا سين راوتر، ازاي بخش عليه كونسول، ازاي بخش عليه تلنت. على عكس لما تشوف فيديو تاني، الفيديو التاني ممكن تلاقيه اوريدي فتح لك اللاب وبيشتغل عليه على طول وانت بتكون قدامه متنح، ايه ده اللي انت عملته ده؟ جميل. بالنسبه للبوك، طبعا انا دايما واحد من الناس اللي بحب ان يكون دايما البوك اللي بتذاكر منه او الكتاب اللي بتذاكر منه يكون الكتاب الاوفيشال نفسه بتاع الكورس. فعندك سيسكو منزله الكتاب بتاعها سي سي ان اي سكيورتي 640 554، ده الاوفيشال سيرت جايد، طبعا ده اللي منزلاه مطبعه سيسكو اللي هي سيسكو بريس. الكتاب في منتهى الجمال، الكتاب مفسر نفسه كويس جدا. طبعا مؤلف الكتاب واحد اسمه كيس باركر، كيس باركر ده معاه كذا واحده سي اي اي ومايكروسوفت وجينوبر ولينكس وهاكينج، راجل معدي. ميزه الكتاب ان هو بيمسك لك كل حاجه ببساطه جدا، ومفيش حاجه بتعدي من غير تراك عملي عليها، لازم يكون في لاب عملي عليها. هو يمكن عدد صفحات الكتاب هو 700 وشويه صفحه، انت ممكن تحس ان هو كتير قوي لما تيجي تقراه، بس انا الحمد لله اثناء الشرح حاولت بقدر الامكان ان كل فيديو بشرحه بيقابل الشباتر بتاعته في الكتاب، وده اللي هتكلم عنه كمان شويه. يعني انت اوريدي لما بتذاكر الفيديو بتخلصه بتكون انت كل فيديو بتشوفه بترجع على الكتاب بتلاقي هو الكلام بالظبط. كويس. خليني اول حاجه اتكلم على الفيديوهات نفسها اللي انت هتشوفها في الكورس. عدد الفيديوهات زي ما قلت لك هم 16 فيديو، بس انت جيت تلاحظ ان احتهم ايه ده 12، انت بتضحك عليا ولا ايه؟ لا ما بضحكش عليك، انت هنا لو جيت هتلاحظ مثلا على سين الجزء الرابع، الجزء الرابع انا مقسمه على 3 فيديوهات، على فيديوهين. عندك الجزء الخامس متقسم على 3 فيديوهات، عندك الجزء الثامن متقسم على فيديوهين. فانت لما تيجي تعد التوتال بتاعهم هتلاقيهم 16 فيديو. طب ليه انا قسمتهم؟ عشان كان الطول بتاع الفيديو الواحد، الطول ممكن يعدي 40 دقيقه او 45 دقيقه، فما ينفعش اخلي لك الفيديو مثلا ساعه ونص او ساعتين، فانت من نفسك هتمل وهتقفل الفيديو وهتبطل تشرح الكورس او تذاكره وهتشتمني في الاخر برضه. فعشان كده حاولت بقدر الامكان ان يكون كل فيديو متوسط الطول بتاعه كويس، في نفس الوقت ما تملش، في نفس الوقت بيكون في جانب عملي على طول عشان ما تزهقش من نظر. خلينا نمسك فيديو فيديو. الفيديو الاولاني عندك الفاندمنتالز اوف نتورك سكيورتي، ده اول درس خالص لازم تعرفه. انت دلوقتي بتتنقل من سي سي ان اي، عايز تدخل على سي سي ان اي سكيورتي، بتتنقل من حاجه بنقلك على تخصص تاني خالص، فكان لازم الاول ارمي لك الشابتر ده، بحط في دماغك اساس دلوقتي يعني ايه نتورك سكيورتي. نتورك سكيورتي بتتكلم عن ايه؟ طب مين هم الهاكرز؟ طب انواعهم ايه؟ طب انا دلوقتي مهمتي ايه هتكون في الشركه لما اشتغل فيها كسيسكو نتورك سكيورتي انجينير؟ ايه الريسكس اللي بتقابلني؟ ايه الفولنربيلتيز؟ يعني ايه فيروس؟ يعني ايه اتاك؟ يعني ايه تروجن هورس؟ يعني ايه ميل وير؟ المصطلحات دي كلها لازم احطها في دماغك في بدايه الكورس، عشان اقول لك الحاجات دي كلها هتسمع عنها طول ما انت ماشي في الكورس. يعني زي مثلا هتدخل على السويتش، هقول لك السويتش دلوقتي عايز يوقف اتاك اسمه ماكس بوفينج اتاك. ايه ده؟ طب هو اصلا يعني ايه ماكس بوفينج؟ فهتلاقيني في اول شابتر ده رميت لك الاساس كله، ويمكن اول فيديو ده اللي هتلاقيه حوالي 55 دقيقه مدته. هو نظري بس الكلام كله هتلاقيه جديد عليك، هتلاقيه في نفس الوقت انت
عايز اطلعك من حاله الراوتنج والسويتشنج والوايرلس والفويس والحاجات دي، احط في دماغك سكيورتي، احاول بقدر الامكان احط بلوكس فوق بعضها كده، يكون في دماغك نصيب كويس من السكيورتي، بعد كده بدخلك في بقيه الكورس. كويس، فاول فيديو ده انصحك ان انت تشوفه مره واثنين وثلاثه لو ما وصلكش من اول مره، هو ده الاساس بتاعك لبقيه الكورس. تاني فيديو اسمه نتورك فاونديشن بروتكشن، ويمكن ده اول موضوع من المواضيع الجديده اللي متضافه على منهج سي اس ان اي سكيورتي 640 554، مصطلح جديد اسمه نتورك فاونديشن بروتكشن او ال ان اف بي. دي ميكانيزم جديد سيسكو مخترعاها، هو اوريدي كان المنهج ده او الموضوع ده موجود في التركات الاعلى بتاعت البروفيشنال زي مثلا سي اس ان بي سكيورتي، بس سيسكو نزلته لك في سي اس ان اي سكيورتي، قالت لك عشان ما ينفعش تطلع لي على سي اس ان بي سكيورتي وانت ما تعرفش يعني ايه ان اف بي. ال ان اف بي باختصار قال لك دي عندي ميكانيزم او طريقه خلتني اقسم الديفايسز بتاعتي بتاعت سيسكو لاكتر من بانل او اكتر من مستوى، بحيث دلوقتي لما اجي اقول لك انا عايز احمي الراوتر بتاعي هيقول لي طب انت عايز تحمي انهي مستوى بالظبط في الراوتر؟ فهنا سيسكو عملت لك ال ان اف بي، قالت لك مثلا عندي ثلاث تراكات اساسيين، واحد اسمه المانجمنت بلان، واحد اسمه الداتا بلان، واحد اسمه الكنترول بلان. قال لك الثلاثه بلانز دول او الثلاث مستويات دول كل بلان منهم او كل مستوى بيخليك تحمي حاجات معينه في الراوتر. زي مثلا المانجمنت بلان هيقول لك ازاي تحمي الراوتر بتاعك ك اس اس اتش او ككونسول او كسيكريت او انيبل. مثلا الداتا بلان ازاي تحمي الباكتس بتاعتك وهي ماشيه في الراوتر. الكنترول بلان ازاي تحمي الراوتنج بتاعك وهو ماشي في الراوتر. فالشابتر ده او الفيديو ده مهم جدا التركيز فيه، عشان برضو بقيه الفيديوهات كلها حاجه اقول لك دلوقتي النهارده يا جماعه مثلا عايزين نعمل سكيور للمانجمنت بلان زي ما انت شايف في الفيديو الرابع اهوت. دلوقتي يا جماعه عايزين نبتدي نعمل سكيور للداتا بلان زي ما انت شايف في في الشابتر السابع. فانت اوريدي في شابتر 2 لازم تكون اوير يعني ايه ان اف بي، طب ايه المكونات بتاعت كل بلان، طب لما اجي احميهم هحميهم ازاي، طب ايه هي اصلا الاتاكس اللي بتتعرض ليها عشان احميها. كويس، بعد كده بدخل على الشابتر الثالث بعرفك على الموضوع الثاني الجديد اللي متضاف على المنهج سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال او بنسميه السي سي بي. السي سي بي هو البديل بتاع الاس دي ام السكيورتي ديفايس مانجر، هو ده الواجهه الرسوميه بتاعت الديفايس بتاعت سيسكو، فكان لازم برضك اديك اوفر فيو عنه، ازاي بفتحه، ازاي بسطبه، ازاي بربطه بالديفايس بتاعي، ازاي بعد كده بعمل عمليه اداره كامله للديفايس بتاعي عن طريق السي سي بي. فبرضو الفيديو ده جديد عليك وما تعديهوش. ببتدي ندخل في الجزء الرابع او في الفيديو الرابع اللي انا قسمته على جزئين، مسكت لك كل حاجه خاصه بالمانجمنت بلان بتاعت سيسكو، مسكت لك كل اللوجن باسورد، الاس اس اتش، التلنت، الفرق ما بينهم، الكونفيجريشن بتاعهم بيكون ازاي، هعرفك على الراوتر، ممكن اقول لك انا هعمل اكتر من انيبل مود، قلت لك ممكن اقسم الراوتر بتاعي لاكتر من انيبل مود، يعني مش جاست انا اكتب انيبل ادخل هتلاقي ان انا بقيت في المود اللي هو الكبير، لا ده انا هعمل انيبل مود خاص بيك انت. طب انا هعمل انيبل مود خاص بيك انت، يبقى كان لازم عملت كرييت اليوزر نيم خاص بيك. فانت دلوقتي اللي هتعلمه جديد الشابتر ده جميل جدا، ان انا ازاي اكريت لنفسي انا كاحمد سلطان اكريت نفسي يوزر نيم وباسورد اخش بيهم على الراوتر بعد كده، وجاست انا بدخل باليوزر نيم والباسورد بتاعي، اول ما بدخل هتلاقي ان دلوقتي بقيت في مود يختلف عن بقيه المودز بتاعت الناس كلها على حسب الرول بتاعي. زي مثلا انا احمد سلطان ده ادمنستريتور، فالمفروض احمد سلطان لما يدخل على الراوتر بتاعي يكون شايف كل الكوماندات. في سي مثلا واحد عندي اسمه محمد ده هيلب ديسك، فالمفروض لما يدخل باليوزر نيم والباسورد بتاعه ما يتلاقيش غير شويه اوامر بس عبيطه اللي هي مثلا يعمل شو، يعمل بينج، يعمل تريس، ليه الحاجات العاديه دي. انما ما ينفعش ادخل اي حد على الديفايس بتاعي وبعد كده اقول له معلش اوعى تعمل كذا واوعى تعمل كذا، انت ممنوع من الحاجات دي. طب ما انا ليه، طب ما انا اعمل لكل واحد يوزر نيم واعمل لكل واحد انيبل مود خاصه بيه، بحيث هو لما يدخل كل حاجه هو بيعملها موجود. وكمان ممكن افعل حاجه اسمها اللوج مسج، ودي برضه هتشوفها من ضمن الشابتر، ان انا ازاي اي حد بيعمل اي حاجه على الديفايس بتاعي اخد اللوج بتاعه بعد كده لما اجي انا كنتورك ادمنستريتور وراقب هو عمل ايه بالظبط. في الشابتر الخامس او الفيديو الخامس بعرفك على مصطلح اسمه التريبل اي، الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكاونتنج، وهتلاقيني في الفيديو نبهت على اهميه الموضوع ده، وان مفيش اي نتورك سكيورتي بيشتغل في اي مكان من غير ما يستخدم التريبل اي. التريبل اي هيوفر عليك ان انت بدل ما تكريت اكتر من يوزر نيم وباسورد على الديفايس بتاعك وتعمل عليه لود او او الديفايس بتاعك نفسه يكون تقيل، فانا بقول لك انا عندي بيكون في نقطه مركزيه عندي بسميها الاس اس سيرفر، وده هتلاقيني في الفيديو الثاني على طول شرحته، قلت لك ازاي بنعمل عندي انستول لسيرفر اسمه الاس اس او الاكسس كنترول سيرفر. الاكسس كنترول سيرفر هو نقطه مركزيه من خلالها بعمل عمليه اداره لكل اليوزرز، يعني دلوقتي زي الداتابيز عندي كده مسجل فيها كل اليوزرز، وكل يوزر عايز يدخل على الراوتر، الراوتر بيقول له استنى، اول حاجه ما اروح ابعت طلب للسيرفر اشوفك انت موجود عنده ولا لا، اتلاقيتك موجود عنده بقول لك اه انت المفروض تدخل. طب استنى كمان، ده المفروض اروح اخلي السيرفر يقول لي انت الصلاحيات بتاعتك ايه،
يعني انت الاوثورايزيشن بتاعك ايه؟ يعني انت ادمنستريتور ولا هيلب ديسك ولا تكنيكال سبورت ولا فيزيتور ولا ايه بالظبط؟ عرفت الصلاحيات بتاعتك. بعد كده بقول لك في الاخر حاجه اسمها الاكاونتنج بعد اذنك، اي حاجه انت هتعملها على الديفايس بتاعي انا هاخد منك رسائل واحطها في السيرفر، بحيث لما يجي السيرفر ادمنستريتور باخر النهار يجي يشوف بالظبط اليوزر اللي اسمه احمد سلطان لما دخل، دخل من الساعه كام للساعه كام، وكتب اوامر ايه بالظبط، وايه التاثير اللي عمله على الديفايس بتاعي، بحيث لا قدر الله السي النتورك بتاعتي وقعت، فانا كسيرفر ادمنستر هقول لهم يا جماعه ما تقلقوش انا هعرف مين اللي وقع على الشبكه بالظبط، هروح عند السيرفر بتاع الاس اس سيرفر، ادخل جواه جوه الرسائل لوج، هعرف الايرور حصل امتى، طب مين اللي كان فاتح في الوقت اللي حصل فيه الايرور، يبقى هو ده الشخص اللي وقع على الشبكه. كويس. في الفيديو الجزء الثالث من الفيديو الخامس اعطاك لاب كامل عن التريبل اي، طبعا اللاب ده حوالي 45 دقيقه، اللاب ده مهم جدا، بس كان لازم قبليه تكون اوريدي انت عرفت يعني ايه تريبل اي، شغال ازاي، عرفت ازاي بتسطب الاس اس، بعد كده بدي كلاب تطبيقي شامل عليه. خلصنا لحد الفيديو الخامس، كنا خلصنا من المانجمنت بلان، كل حاجه خاصه باداره الراوتر. دلوقتي بقول لك بقى انا عايز اعمل سكيور للداتا بتاعت اللي ماشيه بقى. فهنبتدي هنا في الشابتر 6 او في الفيديو رقم 6 هنعمل سكيور اللوكال اريا نتورك. هبتدي نمسك السويتش نفصصه، هنعرف الاتاكس اللي بتتم على السويتش. الاتاك ده بيدخل ازاي؟ طب ازاي اوقفه؟ كل اتاك بيتم على السويتشات سيسكو ليها حل عندها. تقول لك في اتاك عندك اسمه ماكس بوفينج، انا بحلها بالخاصيه اسمها بورت سكيورتي. في اتاك عندك اسمه اسبانج تري بروتوكول اتاك، انا عندي في حاجه اسمها الفيلان هوبينج، وفي عندي سوليوشنز تانية كتير. فانت هنا مفروض في شابتر 6 بتعرف ايه اللي بيتم عندك على السويتش بتاعك وايه الحلول اللي بتعالجها بيه. الشابتر ده مهم جدا لو انت هيكون تخصصك بعد كده سويتشات فقط. في الشابتر السابع، وده موضوع جديد برضه مضاف على المنهج بتاع 640 554، وهو سكيورنج ذا داتا بلان ان اي بي فيرجن 6. حضرتك عندك في سي سي ان اي كان اخر موضوع خالص كان الاي بي فيرجن 6، اعرفك على الاي بي فيرجن 6 انا ليه بستخدمه، طب ايه هي المزايا بتاعته، ايه هي العيوب، طب لما اجي اكتبه بكتبه ازاي، طب ايه هي المشاكل اللي حلها لي وكانت موجوده في الاي بي فيرجن 4. فهي نفس الكلام، انا في سي سي ان اي كنت عرفتك بيزكس عنه، دلوقتي بقول لك ازاي تعمل له سكيورتي. فهنا برضو لازم بعرفك الاول يعني ايه اي بي فيرجن 6 بيتكتب ازاي، ايه مميزاته، طب ايه الخصائص بتاعته، وبعد كده بقول لك لما اجي اعمل له سكيورتي بعمل له سكيورتي ازاي. شابتر بسيط جدا ومهم، لازم يكون عندك نبذه عنه عشان برضو لما تطلع في الليفل بتاع البروفيشنال بتاع سيسكو هتلاقيه قدامك تاني. كل ده او يعتبر الشابتر السادس والسابع دول كان اخر ارتباطنا بالداتا بلان. خلينا بعد كده ندخل في الفاير وولز، هعرفك اول حاجه على حاجه اسمها اي او اس فاير وول فاندمنتالز. اقول لك ازاي اشغل الراوتر بتاعي الديفايس بتاعي اشغله كفاير وول عن طريق ان انا اخلي الاي او اس الاوبرنج سيستم بتاع سيسكو يشتغل كفاير وول. يعني هو دلوقتي كان المفروض يعمل راوتنج، يعمل سويتشنج، يعمل اي حاجه، ده انا بقول لك دلوقتي في كمان في فيتشر اسمها الفاير وول. فهنا هتعرف يعني ايه فاير وول، انواع الفاير وول ايه، ازاي افعل الاي او اس اشغله كفاير وول. بعد كده في عندك الجزء الثاني منه اللي هو الزون بيست فاير وول. احنا كان كلامنا هنا في اول جزء من الفيديو الثامن كان كلام جنرال، كان كلام اغلبه نظري. في الفيديو الثامن بقى بدخلك على جزء العملي، بقول لك دلوقتي فعلا بقى انا هشغل الاي او اس بتاعي كفاير وول، فايه البيزك كونفيجريشن اللي بعملها عليه. بعمل حاجه اسمها انسايد بورت وبعمل حاجه اسمها اوتسايد بورت. هنتعرف على حاجه اسمها سكيورتي ليفل، اقول لك المستويات بتاعه السكيورتي ما بين الانترفيسز، ازاي الباكت بتاعتي بتعدي، طب وفي باكت اوقات ما بتعديش فانا لازم استخدم لها حاجه اسمها اكسس ليست. الكلام ده كله هتشوفه في الفيديو رقم 8.2. وخلي بالك الفيديو ده لازم كده كده ده لاب عملي موجود عندك في الامتحان، لو انت بتحضر للسيرتيفيكت هتلاقي من ضمن اللابات اللاب بتاع الكونفيجريشن بتاع الزون بيست فاير وول، ازاي اخلي الاي او اس بتاعي كزون بيست. بعد كده بعرفك، ده برضو موضوع جديد اللي هو الفيديو رقم 9، ده موضوع جديد متضاف على المنهج 640 554. بدي لك هنا بيزك كونفيجريشن على الاي اس اي، الادابتيف سكيورتي ابلاينس، ده الهاردوير بتاع سيسكو اللي بيقدم لك خدمه الفاير وول. هنا بعرفك نبذه عنه، يعني ايه اس اي، طب انواعه ايه، طب لما اجي اعمل له كونفيجريشن بعمل له بيزك كونفيجريشن ازاي، وهتلاقي بردك الشابتر ده كله عملي تقريبا. هبتدي نكونكت على الاس اي، بجيب الايزوايه بتاعته بحطها ازاي في الجينيسيس 3، طب لما اجي اشغله بشغله ازاي، وهعرفك كمان ان في هنا حاجه اسمها واجهه رسوميه للاي اس اي اسمها الاي اس دي ام، الاي اس اي سكيورتي ديفايس مانجر، ده زي الاس دي ام بس ده خاص بالفاير وول فقط. الشابتر ده مهم جدا وممكن تشوفه اكتر من مره عشان يثبت في دماغك، عشان برضو لما تطلع على جزء بروفيشنال لو انت بتحضر السي سي ان بي سكيورتي او السي سي اي سكيورتي هتلاقيه عندك موضوع اساسي. بعد كده بندخل على امبلمنتنج اي او اس بيزد انتروجن بريفنشن سيستم، الشابتر رقم 10. فاكرين من شويه لما كنت قلت في شابتر 8 كان ممكن اخلي الراوتر بتاعي يشتغل كفاير وول، هنا نفس الكلام هخلي الراوتر بتاعي يشتغل كاي بي اس كانتروجن بريفنشن سيستم. يعني ايه اي بي اس؟ يعني ايه اي دي اس؟
طب الاي بي اس بيختلف ايه عن الاي دي اس؟ طب مين الاحسن فيهم؟ طب لما اجي اوصل ده بوصله فين في الشبكه؟ ولما اجي اوصل ده بوصله فين؟ طب مين البطيء ومين السريع؟ مين الغالي ومين الرخيص؟ طب الشركه لما تيجي بتجيبه بتجيب ده ولا ده؟ كل الكلام ده هتعرف تعمله هنا على الاي بي اس، بالاضافه لللاب بتاعه نفسه ازاي بتفعله عندك على الشبكه. شابتر رقم 11 بعرفك على الكريبتوغرافيك سيستم. لازم بعرفك تشفير، ما ينفعش اي كورس سكيورتي بتدرسه الا لازم اعرفك يعني ايه انكريبشن، يعني ايه كريبتوغرافي بشكل عام. طب انواعه ايه؟ طب لما اجي استخدم بستخدم انهي نوع؟ ويعني ايه مفاتيح؟ طب طول المفتاح ده بيأثر ازاي في الانكريبشن بتاعي؟ الشابتر 11 هيخدم الشابتر بتاع 12، بحيث لما اجي اتكلم في شابتر 12 هقول لك احنا عايزين نعمل حاجه اسمها امبلمنت الفي بي ان تكنولوجي. يعني انا دلوقتي عايز اخلي الداتا بتاعتي سكيور ما بين المواقع بتاعتي، سين الشركه بتاعتي ليها اكتر من فرع على مستوى العالم، فرع هنا في مصر مثلا وفرع في السعوديه. فانا بقول لك الشركه بتاعتي اللي هنا في مصر عشان تبعت الداتا بتاعتها هتعدي على الانترنت. فان دلوقتي ممكن اي حد في الانترنت يعمل لي حاجه اسمها مان ان ذا ميدل اتاك وياخد الداتا بتاعتي اللي معديه ديت بما انها هي كلير تكست. فانا دلوقتي الحل بتاع الفي بي ان ان انا هعمل حاجه زي اسمها تانل او ممر. الممر ده اوله عندي هنا في مصر والنهايه بتاعته في السعوديه، بحيث اي حاجه عايز ابعتها من مصر للسعوديه همشيها في التانل ده ومحدش يشوفها خالص. فهنا لازم بعرفك في الفي بي ان وهي شغاله بيقول لك بتطبق نوع من انواع الانكريبشن، فكان لازم هنا في شابتر 11 بعرفك يعني ايه انكريبشن ويعني ايه كريبتوغرافي وازاي بيتطبق وانواعه ايه وانهي الاقوى وانهي الضعيف. تمام، ده كان اوفر فيو سريع عن الفيديوهات نفسها. طب خلينا ندخل على الجزء الثاني. كل فيديو من الفيديوهات كان ليه سلايد. طبعا هنا هتلاقي عندك 12 سلايد، ال 12 سلايد بيكونوا لك ال 16 فيديو. السلايدز كل عايز اقول لك عنها ان هي يا دوب تذكره ليك، يعني وقتك انا كشرح كنت بشرح من السلايدز كنت بقول لك انا بقول ايه، انا اوريدي كل حاجه في دماغي، فالسلايدز يا دوب بتفكرني بس هقول لك ايه. انت السلايدز كافيه بالنسبه لك لو انت بتذاكر الكورس لاول مره، انما انت لو عايز تراجع، ودايما ده اللي بنصح بيه ان انت دايما اي كورس خده مرتين، مره انا بذاكره وبفهمه كويس، المره الثانيه بقى مذاكره امتحان او مذاكره شغل، ان انا باجي بعد كده على الكتاب نفسه بتاع الشهاده. فهنا عندك الكتب اللي هتلاقيها موجوده بردك في السدهية او هتلاقيها موجوده في لينك الداونلود اللي هبعته لك، هتلاقي موجود عندك ثلاث كتب. اول كتاب منهم اللي هو الاوفيشال سيرت جايد، ده اللي كنت اتكلمت عنه في الاول وقلت لك الفيديوهات كلها بتاعتي بتغطي الكتاب ده. في عندك الكتاب بعد كده في عندك السي سي ان اي سكيورتي بورتابل كوماند جايد، ده زي السي سي ان اي كوماند بورتابل جايد بالظبط، ده لامم كل الكوماندات الخاصه بالسي سي ان اي سكيورتي بس. وفي عندك بعد كده لو انت عايز تراجع مراجعه سريعه عندك الكويك ريفرنس بتاع السي سي ان اي سكيورتي نفسه هتلاقيني حاططه لك عندك. فدلوقتي انا اوريدي كل شابتر او كل فيديو انت بتشوفه بتروح تدور على الشابتر بتاعه في الكتاب لحد ما تخلصهم. خلصتهم بعد كده عايز اطبق العملي بتاع كل شابتر لوحده، خلصتهم خلاص بقى داخل الامتحان كمان اسبوع ولا حاجه، بقوم جايب الكويك ريفرنس بتاعي اراجع على كل اللي انا ذاكرته. كويس، اخر حاجه خالص هي الكونتاكت معايا انا شخصيا. عندك في ثلاث طرق للكونتاكت معايا، عندك الايميلات وغالبا ده الجيميل اللي انا بفتحه على طول، ده بتاع الشغل نفسه، ده بتاع المدونه بتاعت سيسكاوي. عندك هنا الفيسبوك ممكن تكونتاكت معايا عن طريق الاكونت بتاعي، وفي هنا ليا بيج على الفيسبوك، وفي هنا ده اللينك بتاع الكومباني نفسها بتاع ايجنت رايدرز على النت. في عندك الاكونت بتاع تويتر وده اللي انصح بيه دايما لو انت عايز تتابع اي جديد بتاع اخبار، اعمل لك اكونت على تويتر هتلاقيني عندك على تويتر بالاسم ده وهتلاقي ايجنت رايدرز بالاسم ده. اتمنى الفيديو السريع اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي يكون وافي ويكون وضح لك كل الحاجات اللي انت كنت بتسالها في دماغك بخصوص كورس سي سي سكيورتي، ويطمنك اكتر على اللي انت هتشوفه في الكورس باذن الله. اشوفكم في كورس تاني وفرصه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.